واخر شيء بدي احكيه يا اخوان انه العالم كله بيعرف، والله كل العالم بيعرف مين الصح ومين الغلط ومين اصحاب الارض ومع مين الحق، وبيعرف انه احنا اصحاب الارض، احنا بصوتنا بدنا يوصل اللي جوا. والله عشان كده بحكي كل كلمه وكل حرف بتاثر وبتوصل، والله بيعرف انه احنا اخوانهم واهلهم في ظهرهم وبندعمهم وندعي لهم بالثبات والصبر والنصر، ولانه احنا املنا فيهم من بعد رب العالمين، من رب العالمين وثقتنا فيهم من بعد رب العالمين بان الله تعالى لن يخذلهم، وهذا وعد حق وعد رب العالمين. ربنا يقول ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذله وهم صاغرون، وباذن الله سنخرجهم منها اذله وهم صاغرون. مساء الخير اخوان، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اسمعوا صح، حاب احكي معكم اول شيء، مش لاني اشتقت لكم كثير، فطمنوني عنكم، وبعرف إلي فترة مختفي، بس هلا بحكي لكم إيش قاعد بصير معي. والله في إشي غريب يا إخوان. إخوان صح، إلي فترة مختفي على السوشيال ميديا وكذا، سناب وإنستغرام، وما عم بنزل كتير لا بوستات ولا صور ولا كل إشي، ولكن لأول مرة بحس في طاقة إيجابية موجودة، هي ما عم تطلع لكم على السوشيال ميديا، ما بعرف ليش، بس هي موجودة جوا. يعني تيجي يوميا هيك نص ساعة تقريبا بحس حالي بدي أعمل كل إشي بالعالم، بدي أنجز كل الأشياء اللي ببالي. تيجي الفترة أوكي بتروح بعدين، بس الفكرة إنه عم بحس بإشي غريب، إشي حلو الحمد لله رب العالمين. شو السبب بالضبط مو عارف، بس هيك حاس رح ترجع طاقتي اللي كانت قبل سنتين، ما بعرفش إذا تتذكروا، هيك قبل سنتين كان في طاقة خرافية، أوكي خفت شوي، بس إن شاء الله هي حترجع. بس ادعوا لي، لانه انا كثير بنبسط بس اشوف ناس بتدعي لنا وبشوف رسائلكم الحلوه، فبس.